بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف المحاضرة: هنقوم بإعداد شبكة محلية باستخدام سيسكو كاتاليست سويتش السيريز 2960. بعد كده هنعنون الشبكة، هنعمل كلمة مرور للسويتش على مستوى صيغة الامتيازات. في عندي برنامج الباكت تريسر، عندي السويتش 2960، طبعا انا عشان اصل لازم اكون مختار السويتشز. الان بدي اجهزة كمبيوتر، منها في عندي سيرفر، في عندي برينتر. هاي الاجهزة اللي هستخدمها في الشبكة. عشان اوصلها طبعا بين سويتش وسويتش بختار من الكيبلز، هنا اللينكس، بختار كروس اوفر، بربط في السويتش الأول مع السويتش الثاني طبعا باستخدام الفاس إيثرنت 0x1. بدي عشان أربط السويتش مع الكمبيوتر عندي الستريت ثرو كيبل، باخد بورت من السويتش مع بورت موجود أو كرت الشبكة الموجود للكمبيوتر. بعد هيك باخد كيبل تاني عشان اوصله مع السويتش التاني بالكمبيوتر. انا طبعا هاي كاتاليست سويتش، السويتشات هاي كيف بدي ابرمجها؟ في عندي طريقتين في البرنامج، ممكن اعمل دبل كليك واجي هان وابرمج السويتش، او طبعا هذا بصيرش على الحقيقة. في الحقيقة بيكون في عندي انا كمبيوتر وفي عندي كيبل اللي هو الكونسول، بربطه في الـ RS-232 مع الكونسول بورت. في فرق بين الكونسول بورت والفاست ايثرنت. الكونسول بورت هذا انا واجهه عشان اصل للاوبريتنج سيستم الخاص بالسويتش من خلال كمبيوتر. بفتح الكمبيوتر وبروح على الديسكتوب، وفي عندي هان تيرمينال اوكي عشان اصل للسويتش. هيك كده انا وصلت للسويتش اللي ربطت فيه الكمبيوتر. عندي انيبل عشان انتقل من اليوزر مود اللي انا كنت فيه، اختصار انيبل ان اي ان، بنتقل لصيغه البريفليج او صيغه الامتيازات. طبعا الصيغة هذه فيها أوامر، لو بدي أتعرف عليها شيفت علامة الاستفهام، هيها ضغط، أنا بدخل علامة الاستفهام هاي بيعطيني كل الأوامر اللي أنا ممكن أستخدمها في الصيغة هاي، صيغة البريفليج أو صيغة الامتيازات. عندي كلير، عندي شو، الأوامر اللي أنا ممكن أشوفها شو، بدوس مسطرة، كل هذه أوامر. هاي إنيبل، كلمة إنيبل أنا دخلتها في الأول. عندي أمر شو، لو بدي أشوف الانترفيسز الموجودة في السويتش، شو أي بي إنت بريف، بيعرض لي كل الانترفيسز. السويتش هذا في عنده من 01 لحد، طبعا بعمل مسطرة، لحد 24 بورت طبعا فاست إيثرنت، وفي بورتين جيجا إيثرنت. هذه البورتات الموجودة في السويتش. هنا لما كنا بنأشر ظهرت معايا البورتات هيها، أو إذا عديت عندي أمر شو أي بي إنترفيس بريف، شو أي بي إنترفيس بريف بيعرض لي كل الإنترفيسز الموجودة للسويتش. طبعا اللي بيميز الكاتاليست سويتش انه جميع بورتاته موجودة في شبكة تخيلية اسمها VLAN 1. هيها ظهر لي هنا VLAN 1، جميع البورتات هاي ضمن VLAN، شبكة تخيلية اسمها VLAN 1. لو بدي اتأكد بعمل show VLAN
فهنا بيعرض لي هاي VLAN رقم واحد، وكل البورتات الموجودة هنا تابعة للشبكة الـ Virtual Local Area Network اللي رقمها واحد. طبعا كل بورت من البورتات هذه أنا ممكن أحطه في VLAN خاصة فيه، يعني ممكن هذا أخليه في VLAN واحد، هذا أحطه في شبكة داخلية أخرى VLAN 2 VLAN 3، أو أعمل جروبات كل هذول البورتات أحطهم في VLAN واحد، بعدين السطر اللي بعديه في VLAN 2 VLAN 3، بحيث إنه أقسم شبكتي من خلال البورتات هذه، بدل ما يكون عندي شبكة وبهدف إني أقلل عرض النطاق، بروح بقسم الشبكة إلى VLANs مختلفة، وبالتالي بقلل عدد الأجهزة على الشبكة من خلال الـ VLANs. طيب الآن إحنا الـ VLAN هاي ممكن نعطيها IP. كيف بدي أعطيها IP؟ config T، لازم أروح على صيغة الإعداد config T، بعد هيك الـ VLAN واحد طبعا بدي أروح لها بالأمر interface VLAN واحد enter. أنا هيك ممكن أعطي للـ VLAN IP وكل البورتات تاخده، يعني كل البورتات اللي عندنا هاي بعطيها اي بي اللي هو من خلال فيلان واحد. فيلان واحد بما انه كل البورتات هذه تابعه لفيلان واحد، لو اعطيت الفيلان واحد اي بي معناته كل البورتات هذه حتاخذ الاي بي. انا ممكن اصل للبورتات هذه من خلال الاي بي هذا. فعشان اعطي اي بي او عنوان للفيلان واحد، عندي الامر اي بي ادرس 192.168.11 مثلا، والماسك 255.255.255.0. انا هيك اعطيته، بعدين نو شوت عشان افتح البورت، لانه البورت بيكون ايوه صار عندي اب بيكون مغلق البورت، عشان افتحه لازم اكتب نو شوت. انا هيك اعطيت اي بي للسويتش، طبعا الاي بي كان للفيلان اللي هي فيها البورتات. الان بدي اجي اعطي اي بي للجهاز هذا، بروح طبعا دبل كليك هنا، بروح على الديسكتوب وبعطي اي بي هنا، عندي 192.168.1.2 في نفس الشبكة، طبعا شبكتي انا 192.168.1. السويتش اعطينا واحد، والجهاز هذا بدنا نعطيه 2. طبعا انا ممكن احط الجيت واي 192.168.1.1 على اساس انه البوابة تبعت الكمبيوتر هذه هذا السويتش، عشان هيك بحط الجيت واي عنوان الفيلان على السويتش. بنعنون سويتش هذا بنفس الطريقة، بدي اروح من اليوزر مود للكونفيج مود للبريفليج مود، بعدين للكونفيج مود، هاي الصيغة اللي احنا ناقشناها المحاضرة اللي فاتت، بعدين بدي اروح للانترفيس، ممكن اكتب كلمة انترفيس او اكتفي بثلاث حروف انت فيلان واحد، لانه نفس السويتش انت فيلان واحد انتر. هيني انا الان في الانترفيس او الواجهة اللي هتربطني بالشبكة من خلال فيلان واحد، وبعطيه الاي بي ادرس لنفس الشبكة اللي احنا عليها اي بي ادرس. طبعا انا ما كنتش متأكد من السبيلينج، ضغط التاب بيكمل لي اي بي ادرس 192.168.1. طبعا اعطينا واحد واعطينا اثنين، هذا ممكن اعطيه ثلاثة، او ممكن اعطيه اخر اي بي في الرينج تبعي اللي هي 254 اخر اي بي ممكن اعطيه في الشبكة اللي انا شغال عليها، والماسك 255.255.255.0 انتر نو شوت عشان افتح البورت. تمام، بعدين بروح بعنوان الجهاز الثاني على نفس الشبكة اللي هو 192.168.1.3. الجيت واي حيكون 192.168.254 اللي هو عنوان الفيلان للسويتش هذا. لا هيك صح.
192.168.1.254. تمام. لنتأكد انه الأجهزة كلها صارت على نفس الشبكة، بروح على run ip config. لو بدي اعرف ايش الاي بي اللي انا اعطيته للجهاز اللي انا عليه، بكتب الامر ip config، فبيقول لي انه الجهاز عنده عنوان 3 والجيت واي تبعه 254. نيجي نعمل بينج للجيت واي، بينج لل 192.168.1.254. هاي اعطاني بينج. هاي كمان مرة في اتصال الان بين الجهاز والسويتش. نعمل بينج من السويتش هذا من الجهاز للجهاز الاخر اللي هو عنوانه 1. عنواننا للسويتش الثاني، هذا السويتش كان عنوانه 1. انتر، على اساس ما دامهم في نفس الشبكة لازم يكونوا في بينهم اتصال. هاي السويتش الثاني عمل ريبلاي، تمام. مرة ثانية لما بدي اعمل بينج للكمبيوتر الثاني، هذا عنوانه قديش قلنا؟ هذا الجهاز عنوانه 2. برجع تاني هنا على الجهاز الأول، بعمل بينج. طبعا أنا بالأسهم بقدر أغير العنوان، وهي في اتصال. إذا جميع أجهزة الشبكة متصلة وشغالة، ما فيش فيها أي إشكالية. هذا جزء من الهدف أنا عملنا إعداد للشبكة وعنوناها. هيك بنكون أنهينا هدفين. بضل عنا إعداد كلمة مرور. عشان أعمل كلمة مرور، طبعا أنا ممكن أعملها للجهاز للسويتشين. باجي طبعا للسويتش هذا من هان، عشان أرجع عندي exit، تمام. وأنا في الكونفيج مود enable password cisco enter end. لأن أنا عم أعطيت باسورد للسويتش، بدي أختبره. هاي disable، بدي أطلع طبعا، بدي أرجع لليوزر مود، بكتب disable، أرجع مرة تانية للكونفيج مود، هاي enable، انتر، طلب مني الباسورد اللي انا اعطيته اللي هو كان ايش؟ سيسكو. سيسكو، بكتب سيسكو، بدخلني مرة تانية. بدي اشوف اعداداتي اللي انا سويتها. في عندي امر شو رن، شو شو رننج كونفيج. رننج كونفيج هذا الامر بيعرض لي جميع محتوى الرام. طبعا احنا السويتش هذا في له رام وفي له أجهزة بتحفظ بالبيانات، تحفظ البيانات اللي هي الـ NVRAM. فأنا الأجهزة البيانات اللي أنا عملتها والإعدادات اللي أنا سويتها مبدئيا بتكون في الرام. بعمل إنتر، هاي كل الإعدادات الموجودة. طبعا بضغط إنتر، بدنا هاي الباسورد اللي أنا عملته، هاي الباسورد اللي أنا عملته كان سيسكو، تمام. وعندي الفيلان اعطيتها اي في، بعمل انتر. طبعا هذا كله مخزن في الرام تبعت الراوتر السويتش. هاي الاي بي اللي انا اعطيته قبل شويه، تمام. هاي الاعدادات اللي انا سويتها على السويتش بينت. طبعا لو طفينا السويتش كل الاعدادات هذه بتروح. طب كيف بدي احفظها على ذاكره غير متطايره؟ في عندي ذاكره في السويتش اسمها ان في رام، بنقل محتوى الرام للان في رام بامر كوبي run running config للستارت تب config. هاي الامر هذا بيقول لي انسخ جميع محتوى الرام للان في رام. بعمل انتر، طبعا مره ثانيه كونفورم، مرتين انتر، بيقول لي اوكي. الان بدي اتاكد انه الان في رام تمت او انحفظ فيها الاعدادات. عندي شو ستارت اب كونفيج انتر. هاي الاعدادات كلها اللي شفناها في الرام انتقلت للان في رام. هاي
الباسورد سيسكو، والفيلان اللي انا اعطيتها اي بي موجود، هاي الاي بي تبعها. تمام. طبعا عشان نثبت انه الان فيلان فاضيه نيجي على السويتش الثاني هان. لو حاولت اعمل هنا طبعا بعمل اند عشان ارجع الشو، انا بقدرش اكتب امر الشو غير في البريفليج مود. فعندي لو عملت شو ستارت ستارت اب كونفيج هان الان فيرام فاضيه، الان فيرام السويتش الثاني فاضي، لكن انا عملت اعدادات، عملت اعدادات وموجوده على الرام اللي هي شو رانينج كونفيج، هيا الاعدادات اللي انا عملتها، لكن انا ما نسختهاش على الان فيرام، ما طبقتش امر الكوبي هاي. فهي الاي بي اللي انا عملته ضايل لسه موجود على الرام تبعت السويتش الثاني، لكن الان فيرام فاضيه ما فيش فيها زي ما تحققنا قبل شويه. نيجي نعمل قبل ما ننسخ، بدي انشئ باسورد على السويتش الاخر، هاي كونفيج. طبعا لازم اكون في الكونفيج مود، يعني ما اقدرش انشئ باسورد الا اكون في الكونفيج مود. انيبل باسورد سيسكو انتر اند، نعمل شو ران، شو ران او شو ران الكونفيج، هاي الباسورد اللي انا عملته، بدي اتاكد انه تم انشاؤه. شو ديسيبل عشان اطلع من المود البريفليج مود اللي انا فيه. بعمل مره ثانيه انيبل، حيطلب مني الباسورد، الباسورد اللي هو سيسكو. تمام، هيك كده انا دخلت. في نوع ثاني من اعطاء الباسورد، انا ممكن اعطي باسورد مشفر زي ما احنا شايفين هنا، الباسورد اللي انا اعطيته مش مشفر، ظهر سيسكو ظهر. طب انا كيف بدي اعمل باسورد وش باسورد هذا يتشفر؟ في كود تاني انا ممكن اكتبه في الكونفيج مود اللي هو انيبل سيكريت باسورد سيكريت سيسكو، او خليها ستودنت، نغير الباسورد ستودنت. هذا باسورد حيكون مشفر، انشاته بانيبل سيكريت، انيبل باسورد عمل لي باسورد لكن مش مشفر، لكن انا ممكن اعمل باسورد مشفر لو حدا وصل الرام تبعي او الان في رام ما حد ما يقدرش يعرفه. فعندي امر انيبل سيكريت انتر اند، بنعمل شو رانينج لانه لسه في الرانينج. بلاحظ هاي الباسورد تشفر، انيبل سيكريت مشفر لكن سيسكو ضايل، والمشفر هذا هو اللي حيعمل بيعمل ابديت للسيسكو. يعني انا الان قبل شوي عديت بالامر بالبس بكلمه المرور سيسكو، لكن انا اذا فعلت السيكريت هذا حيل الستودنت، شايفه كيف تشفر الان سيسكو هذا التغى. ليش؟ لانه ليفل السكيورتي تبعه اقل، فمش حقدر اعدي بسيسكو، حعدي بس بالستودنت. تعالوا نجرب هاي ديسيبل، بدي اطلع من المود انيبل. لا لو كتبت سيسكو مش حيرضى، لكن اكتب ستودنت دخل لانه اعلى في ال في ليفل السكيورتي. هيك كده احنا بنكون انهينا اهداف محاضرتنا، في محاضرة ثانية بنكمل اللي هو كان اعداد كلمة مرور.